إلى بلدة ترمسعية، إلى الشرق من رام الله. كنا في شمال غرب رام الله، الآن نتحول إلى الشرق من رام الله. أهالي بلدة ترمسعية يتصدون بشكل دائم لهجوم المستوطنين ومحاولة الاعتداء على ممتلكات المواطنين. هناك طبعا نشطاء يتصدون لهجوم المستوطنين على البلدة، والذين قاموا مؤخرا المستوطنون بتكسير أشجار زيتون وحرق محاصيل زراعية وخشب قيد الإنشاء ومواد بناء وسور استنادي، بالإضافة إلى محاولة سيطرتهم على سهل ترمسعية الخصب الزراعي. مزيد من التفاصيل ينضم لنا عبر الخط الهاتفي الناشط ضد الاستيطان في بلدة ترمسعية عوض أبو سمرة. أخ عوض، صباح الخير، أهلا بك معنا. الله يسعد صباحك وصباح جميع المشاهدين أينما وجدوا. تحياتي لك، يعطيكم عافية. كنشطاء ضد الاستيطان بتكونوا بشكل دائم تتصدوا للمستوطنين واعتداءاتهم وتحموا البلدة وأهالي البلدة. ترمسعية هي مش المرة الأولى اللي بتكون تحت مرمى الاعتداءات وتحت مرمى الاستيلاء من قبل المستوطنين على ممتلكات البلد. احنا بنعرف انه في حراسة ليلية دائمة في ترمسعية لحماية الأراضي والممتلكات من اعتداءات المستوطنين. قبل ما نحكي أكثر عن سهل ترمسعية، احكي لنا، اجمل لنا بما أنك حضرتك من النشطاء الدائمين، اعتداءات المستوطنين على البلدة. نعم تفضل، اجمل لنا الاعتداءات اللي بتصير من قبل المستوطنين على البلدة، يعني آخر هذه الاعتداءات، أطماع المستوطنين في البلد. نعم. اولا يعني يسعدني ويشرفني يعني عبر شاشاتكم هذه موقرة اللقاء حتى توصلوا يعني الحقيقه وتوصلوا فضائح يعني تجربة احتلال في شاشاتكم الموقرة. نعم يا اختي، احنا الاعتداءات هذه طبعا منذ اقامه مغتصبات شيلو منذ ال 74 75 يعني سنه 1975 واحنا بنعاني احنا والقرى المجاوره من هذه المستوطنه والتي يعني فرقت البؤر الاستيطانيه من حولها. نعم، فاحنا عندنا الفتره الاخيره يا اختي يعني تقريبا كنت يعني احنا من 40 سنه او 45 سنه بنعاني من قبل قطعان المستوطنين طمعهم في طبعا سهل ترمسعية. مارج ترمسعية بتعرف ارض خصبه، ارض مطموع فيها. يعني هل الاعتداءات من اجل السيطره على سهل ترمسعية ولا بشكل عام اطماعهم في البلده، يعني وين بتكمن؟ نعم طبعا بتعرف على مستوى يعني الوطن جميعا كل هذه الهجمه الشرسه من قبل قطعان المستوطنين لن يرحموا لا سهل ترمسعية ولا غير ترمسعية، حتى من الشمال للجنوب، من عين البيضة لمسافر يطا. هذا برنامج عندهم يعني في برنامج الاستيطان تبعهم بالممهنج منهج مهاجمة المواطنين من الشمال للجنوب، بغض النظر مش بس سهل ترمسعية، لا كل شيء على مستوى محافظات الضفة الغربية جميعا نفس البرنامج، ولكن إن الثبات والصمود في أرضك هي اللي بتثبت أرضك. إحنا لن نسمح ولا نتكرر موضوع 48 48 بحاولوا أنهم يعني زي 48 القتل والتشريد والعربدة والسيطرة على الأرض وطرد الناس من بيوتها، وحاولوا يطردوا تعرف قبل يومين ثلاثة في المزرعة الغربية حاولوا يسيطروا على بيت. فإحنا هذا الحكي لا لهم بالمرصاد. إحنا صار عندنا في الآونة الأخيرة يعني بصراحة يعني شوية عندنا الشعب بعرفش أنا ليش يا أختي يعني هذا صار، بس صاحب الشأن هو اللي صار إلى الموضوع، ما إلي علاقة في جاري صار ولا ما صارش معاه. فياريت أن الجميع يتكاتفوا ويرجعوا الشجاعة، سترتهم غلبة شجاعتهم يا أختي. السترة غلبة الشجاعة. إحنا هنا بنزلوا بعربدوا أربع خمس مستوطنين ثم بتكيش واحد ولا اثنين يتصدوا لهم. لا هذا أكبر غلط، أكبر غلط. لازم الجميع يوقف، واللي كاتب ربنا بده يصير، اللي كاتب ربنا بده يصير. طب أنتوا كنشطاء في حدا بيساعدكم؟ في بتطلقوا دعم يعني مسانده لجان من اي جهه، من اي جهه رسميه حكوميه شعبيه؟
نعم. يا أختي إحنا ما بنتلك جهة إلا غير إحنا معنوياتنا الحمد لله مستمد القوة من ربنا سبحانه وتعالى، ربنا اللي معطينا هذا الشيء، لا من سلطة ولا من قادة ولا من مسؤولية، إحنا جهد شخصي، إحنا ما حفظناش على بيتي ولا حفظت على أرضي، أنا مين بدي يجي حافظ عليها؟ ما بكلع شوشك إلا أديك. إحنا واقفين لهم بدون أي دعم بدون أي شيء، إحنا جهد شخصي مجموعة من الشباب، وإحنا لهم في المرصاد وإحنا بنصر لهم في الليل، إحنا طبعاً 24 ساعة باستمرار عيننا على سالفة المسعية، ولكن يا أختي يعني مناش نقول الشاف بناطح المخرج، لا بده يناطح المخرج، إحنا بدنا ناطح المخرج، لأن إذا رخينا راح كنت سلمة انتهت البلد، يعني قدام دارك بصير ما تتحرجش قدام دارك. بس قديش عددكم أنتوا أخ عوض؟ يعني هل عددكم كافي يعني اللي بتتصدوا ما شاء الله عنكم للاعتداءات؟ والله يا اختي مش انا، اسمعي مش مجبور اني اكشف على الاعلام، بعد ما اخذ اكشف على الاعلام قديش شخص، اما ولكن انا يعني يوم التكيع الحمد لله يعني موجودين. يعني اقصد قبل شوي قلت لنا احنا بس اثنين ثلاثه اللي بنتصدى، يعني القصد نعم من السؤال. نعم عفوا، هذه طبعا يعني هذه اللي بتحكي يعني اللي بتحركوا ولكن يوم التكيع انت طبعا ما يعني ما حدا يعني بيجوا الشباب ما شاء الله عنهم، ما بكسروا الجميع يعني بتكون فيها أب عندهم، ولكن إيش كنت يعني ما حدا بتصدى لهذولا إلا بس أهل البلد، يعني أصدق إنه من برا البلد من الحكومة من ما فيش حدا بيساند، إحنا وأهل المغير لأن قراب على بعضنا ونفس الخط باشي، احنا بنفزع لبعضنا واحنا اعتبار بلد توأم، هذه بلد واحده. نعم. احنا ونغير ان صار بنغير اي شيء بدا يصير في طرمسعية، فاحنا بنوقف مع بعضنا، احنا واهل المغير والحمد لله يعني تكوني بلد واحده، واحنا يعني بتعرفي طريق المغير اللي شريال الحياه من سهل طرمسعية بتمرك على ريحه، بتمرك على الشمال عن عين البيضه، على المناطق جميعها بدي تمرك عبر الطريق هذا، فهذا الطريق احنا بنحاول دائما ان نامن السلامه للمواطن يمرك منها يعدي بدون اي تعديات، لان باستمرار قطعان هذول المستوطنين البؤر هذول تعين التلال باستمرار هذول دائما يوم السبت والجمعه عندهم صار فعاليه، عدم مؤاخذه باكت فعاليات تبقى موجوده عند الكره وعند المناطق، صارت الفعاليات عند المستوطنين يوم السبت والجمعه يعملوا فعالية وينزلوا. صاروا هم اللي يعملوا فعاليات على أراضينا. قلبت الآية. نعم. صارت الفعالية عندهم. شو اللي بمنع إنه ينعمل فعاليات وتكون تحت رعاية يعني من كل الجهات في أراضي ترمسعية والمغير وغيرها؟ يختي على رأس وعيني، أنا بقولش بقدر أجمع، ولكن إن إحنا الحكومة الإسرائيلية ما عطي الضوء الأخضر لقطعان المستوطنين بحماية الجيش وبحماية الشرطة. وانتم يعني ما عندكم حماية، ما حد في حماية. احنا اختي اقولش اول امبارح بالليل مش هاي اللي قبلها احنا تصدينا لهم. نعم. نزلوا الجيش وراهم ماشيين، وين بخربوا ماشيين وراهم الجيش بيعمي فيهم. وطبعا انتم بتتصدوا بصدوركم العارية، انتم شعب اعزل يعني. نعم. يعني عصا بس عصا وكشاف انا اللي حملها. يا اختي يعني الجيش وما ان تقدموا الجيش قدام يوم ما إنا شافونا إحنا موجين وبدنا نسيطر على المستوطنين، الجيش تقدم ويطلق النار علينا مباشرة، يطلق النار ويطلق سناب الغاز يطلق علينا. صحيح. طب شو رسالتك؟ شو لمين بتوجه إذا رسالتهم كأهالي بلدة ترمسعية اليوم لتوفير حماية لكم ودعم ومساندة أيضا؟ نعم، إحنا نطلب يعني من قيادتنا أو سلطتنا يعني ان تضغط على الاتحاد او الناس الداعمين المؤسسات الحقوقيه انها تبقى متواجده عندنا في سهل طرمسعية او في منطقه طرمسعية، لان بصراحه عندنا الوضع يعني تعيش ابعد حدود. يعني قصدك يحشدوا كل المؤسسات وكل المتطوعين. نعم. وكل النشطاء ويجوا على طرمسعية. نعم. تعريفهم يعني اقولش على مستوى الطاوله يعني يعني الاتحاد الاوروبي المؤسسات الحقوقيه اي مؤسسه لازم تنوضع بصوره حتى يعني يتعاون. اقولش على كل يودوا الجيش مناش يعمونا الجيش يفصلوا بيننا، لان كلش راح يموت مننا ناس ويستشهد مننا ناس، يعني مش رايحين ان نحط واطي ولا رايحين نتراجع، احنا من بحرش لورا من بحرين لقدام ما شاء الله عنكم، الله يعطيكم القوة. طيب أخ عوض، بالنسبة لسهل ترمسعية، شو حكاية هذا السهل؟ أول إشي وين بيجي في ترمسعية بالضبط؟ قديش بتشكل مساحته؟ وشو هي أطماع الاحتلال في هذا السهل؟
يا أختي سهل طرمش هي يقيع فاصل ما بين نابلس ورام الله وتقريبا شفاء الغور شفاء الغور يعني منطقة وسط الضفة الغربية. هذه أرض خصبة طبعا، هذه تعتمد على الزراعة كانوا وما زالوا لهذه المزرعات البعلية. إحنا سهل طرمش هي سهل شاسع يعد تقريبا 18,000 دنم سهل طرمش هي ولا حواليها فهم عليا. فهسه هذه الأطماع المستوطنين في كثير من الـ 74 75 من حدث من وضع أساس أول حجر أساسي مستوطنة هلا هذا كان الطمع عليه ولا زالوا يعني بحطوه في الكارمات وبحطوه في النشر تبعهم إن تل شيلو اللي هي تسال فرمشعية بيعتبروه إن تل شيلو، ولكن هذا حكي من شارب وراء يعني من هو وراء، ولكن إحنا إلهم في المرصاد. سال فرمشعية أختي غني يعني بصحاب يعني بوجود صحابة القرى المجاورة جميعهم بيجوا بيفلحوا بيزرعوا فيه، ولكن الاعتداءات والمضايقات من قبل قطاع المستوطنين هذه بتجفل الناس، هذه يعني بتجفلها. يعني أنا بزرع السنة كان بزرع شون ولعوا يعني امبارح أول امبارحية واللي قبلها زرعوا في سطر مشعية كان مزروع لوزيات عمار النيابي يدوب شهرين، اجوا خلعوا منها تقريبا 40 شجرة وأخذوهم زرعوهم عند البورة تبعتهم. طبعا بعربدة جيش معهم خمس جبات جيش خمس جبات هم خمس أشخاص أختي خامس جبات قدام عينينا يعني هالحكي صار. فاليوم ما فزعت البلد وفزعت الناس وشي انسحبوا والجيش طلع وراهم. فإحنا يا أختي أقولش مطموع فيه سهل طرمش هي مطموع فيه، يعني إن المؤسسات إن تساهم حتى زراعة أو مد خط مي على كلا في سهل طرمش هي وتحريك سلطة المياه حتى تسحب النقاط في سهل طرمش هي بصير هناك الزراعة وبصير يعني فيش مي بتوصل لسهل طرمش هي؟ لا بتصيلش سهل طرمش هي، ولكن إحنا طلبنا من الوزير اللي من عساف وكابل عساف وكل الكابل كل وزير بيجي بكينا نقعد معه نطلب يا عمي بدنا خط مية لسهل طرمش هي حتى الناس تزرع حمامات ويصير في شغل وحركة. روح جينا يوم في حركة انت بتوقف زحف الاستيطان ولليوم ما حدا مد خط لليوم يوعدوا على الفاضي. يا اختي خط طرمش هي المغير حوالي 5 كيلو 6 كيلو بينه وبينهم. انا يا اختي جو شخص قاعد انا بكلم بشحد من الناس تأضوي الشارع هذا وضويت نصه وهي ان شاء الله الاسبوع الجاي بكمله كلها بتكون مضوي. يعني انت بتمرك الساعه 1 الساعه في الليل تقايمها نهار قدامك. هذا جو شخصي ومن الناس اهل الخير اللي قدموا في هذا الحكي، لا مؤسسات مقدمه ولا جايين كاين شوفتهم على كلها يا عمي يدعموا بالحكي هذا. في عنا الشارع هذا بيننا وبين مغير حوالي 12 متر مش مفتوح الا غير 5 متر زفته. ليش يا اختي؟ طب يدعمونا تعال جاي يا عمي ما تودي المؤسسات وقع الشارع سوي جزيره في النص خلي الناس تتحرك تروح وتيجي بتصير في حركه مش طبيعيه. طيب يعني واضح انه فيش اكتراث كما يجب للاسف او اهتمام ولا كما أي يجب اهتمام نهائيا. الله ما ينا بيجوا بتصوروا يا اختي باخذوا التكارير شو صار وبسحب عليهم وبيطلعوا. طبعا انا صار لي 25 سنه من تاسيس بوره السلطان عيدعاد 25 سنة زهقت من المؤسسات والمؤسسات الحقوقية ومن اللي كل الحكي هذا يعني كل يجوا علي أنا بكل عنوان تبعهم يجوا ياخذوا كل التقارير وكل شيء وسبعة المروحوا ولا حياة من تنادي الشيء بيزيد 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 عن حده. عندنا كل أسبوع في حرق كل أسبوع في خلع زيتون كل أسبوع يعني لوين هذا الحكي؟ طيب بدنا دعمكم عمي وقفوا دعمونا على كل المقدر احنا نسويه. تعالوا يا أخي دعمونا في كل شو بدكم قدموا. طيب أخ عوض هذا السهل سهل زراعي فيه أراضي زراعية للمواطنين صح؟ نعم صحيح. هذا السهل طبعا اللي هو عينهم عليه بتحيط فيه المستوطنات كلها وبالتالي نعم عينهم لأنه هو جاي بالوسط بدهم يخذوه بأقرب فرصة. تقريبا كم دنم هذا السهل عندك فكرة؟ نعم تقريبا بعد 18,000 دنم 18,000 دنم نعم تقريبا 18,000 دنم نعم كله أراضي للمواطنين
كل أراضي مواطنين ترمس عليها طبعاً في بعض. بيقدروا يروحوا عليها المزارعين يعني ولا كيف؟ بيقدروا يوصلوها؟ طبعاً في بس مناطق هلا منعونا إن نصير كل التراب السهل من منطقة الشمالية منعونا إن نفوتها. يعني بلشوا يمنعوا فيكم تفوتوا من الأطراف. أختي كيف شكل يعني سدر الحلاوة اللي بتقطع فيه قطعة قطعة قاعدين بتعاملوا معنا بالشباب يعني كل سنة سنتين بقصولهم شغلة منها ممنوع من هنا هذا تمرق ممنوع من هذا زي منطقة سي ممنوع من هنا هذا تيجي للتنسيق بعد التنسيق سنة سنتين ويعطيك العافية منطقة عسكرية ممنوع تفوت بالضبط. وهذا سهل خصب زراعي موقع استراتيجي وسط الضفة بين رام الله ونابلس يعني نعم. كل هاي الأشياء المغريات اللي حكيت لنا فيها. كلمة أخيرة أخ عوض لمين بتوجهها حتى لا يضيع هذا السهل من ترمس عيا؟ قبل ما أوجه الكلمة الأخيرة أنا يعني في موضوع العام نعم قام إنشاء عندنا في سهل ترمس عيا بعيد أمتار عن البورة الإسطانية نشأوا جماعة من ترمس عيا مع شركاء من برا ما يحملوا هويات إسرائيلية قدس يعني وكادين إنهم يثبتوه ويثبتوا الأرض سهل ترمس عيا. هذا مصنع باطون اتقدم لوزير الزراعة. وزير الزراعة قاعد لي ورا مكتبه مش عارف شو بصير عندي في سلطر مش عايه يا اختي. طلبنا منهم يا عمي بالله هذا مشان يترخص قالوا منطقه زراعيه ما نقدرش نعطي. طب ما هو بيبعد 200 متر عن المستوطنين وبيطيحوا بس يشوفوا حدا وصله بيطيحوا. فاحنا بنطلب كالتالي من الوزير يتجمل علينا يعمل معروف يوقع هذه الورقه اللي موجوده بين ايديه يوقعها تفعيل المصنع خليه يشتغل اللي يشتغل المصنع يا اختي. المصنع بيفتح 15 متر زفته على تحت البؤره بصير عندها بيفتح للمصنع بيشتغل المصنع السيارات بتروح بتيجي العالم بصير يعمل حركه على الارض وبيمنع تواجد المستوطنين 100% يا اختي. بدك المزارع دجاج مزارع باقي بعيد عن الشعجون. قديش لكم قديش لكم مقدمين لترخيص وما حصلتوا الى السنه يا اختي؟ سنه حرق وخشب نجدوا حرق وخشب صاحب المصنع من ترمس عيا وشريكه كلشي الكلشي طاح بوكسات يا اختي زلمه كتحلى بلش في المستوطنين بوكسات زيهم وقدر يوقفهم وكما يطلبوش سلاح وهي المصنع موجود بس بده تفعيل تشغيل اختي مشان الله. انا بناشد الرئيس بناشده انه يتحرج الوزير يا عمي مشان الله يا عالم راحت الارض واحنا نتفرج. نعم كل الاحترام لكم يعطيكم نعم. ألف عافية أخ عواد وإن شاء الله رسالتكم وصوتكم بوصلوا عن طريق أثيرنا. شكرا جزيلا لك الأخ عواد أبو سمرة أحد النشطاء ضد الاستيطان في بلدة ترمس عيا المهددة بالاستيطان والاعتداءات الاستيطانية بشكل يومي. شكرا جزيلا.